الأخوة والأخوات اللي أحب أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة شريان الحياة. اليوم كتب لي أحد الأخوة أنه عمل الوردة جورة طعمه عدة مرات وما نجحش، وليش ما بنجحش عنده؟ فإحنا بدنا نشرح لكم إياه. إحنا بنطعم الوردة الجوري بالأصل على الورود غير النبيلة. الورود الغير نبيلة بتعرفوا أنت أوراقها، الغصن بتبعها زي هيك، والورقة بتبعتها إلها ورق ورايقة 2 3 4 5 6، هي تزهر مرة واحدة في العام. هذا في عنا نوعين في ألمانيا اللي بتستخدموا المشاتل، وانتوا بتشوفوا كيف قوتها قوية جدا، هذه تمتاز بمقاومتها للفطريات ومقاومتها للأمراض، فهي لأنها بتعيش في الغابات هذه، وهذه هي ممتازة على أساس إحنا نطعم نحط عليها اللي هو الورود النبيلة اللي هي بتزهر طول العام وبتنهض في المزهرية. هذه تزهر مرة واحدة في السنة وأزهارها صغيرة وبتنفعش للمزهرية، فهي هذا في عنا نوعين، وهذا هو النوع اللي بيستخدموه في ألمانيا، أحد الأنواع، يعني هن نوعين تقريبا متشابهين، بتعرفهم في وقت إزهارهم، يعني تقدر تفرق بينهم، بس أنا طبعا بعرفهم لأن أنا زرعها عندي في الحديقة. طب ليش ما بنجحش؟ ايش سر النجاح؟ اول اشي احنا بنطعم، ما بنطعمش مباشرة بعد الشتاء. ليش؟ لانه بيكون نقدرش بعد الشتاء، بنقدرش نفصل اللحاء عن الخشب عشان نحط الطعم. بعدين في النقطة الثانية، احنا بنستنى لما اول وردة جورية تزهر وتتك، يعني تقرب انها تتك، فهي اللي بناخذ منها الطعم. فمعناته احنا بنبدأ نطعم تقريبا في نهاية شهر 6 او بداية شهر 7 الى منتصف شهر اغسطس، هو هذا الوقت الموجود في اوروبا. في البلاد العربية تقريبا بنقص شهر، يعني في تقريبا من بداية شهر 6 الى بداية الى نهاية شهر 8 او حاجة زي، يعني ممكن في البلاد العربية الفترة اطول. بعدين في البلاد العربية افضل لانه ما فيش عندنا اللي هو الشتاء بيجيش وبيقضي على الطعم، هنا في عنا الشتاء بيجي إذا كان قارس فبيقضي على الطعم إذا كان الطعم مش ملتحم. النقطة الثانية، إحنا قلنا إنه الحين في شهر، يعني في شهر 7 أو شهر 7-8 إحنا بنطعم. بعدين بالنسبة للبلاد العربية ما تطعموش الصبح، التطعيم بيصير بعد الظهر، يعني عند قبل مغيب الشمس، أساس إنه ما يجفش الطعم، تضربوش الشمس في النهار. بالنسبة للبلاد الأوروبية هنا ممكن تطعم طول اليوم، يعني بيطعموا حتى والشمس طالع هنا. ليش؟ لأن درجات الحرارة بيطعموه في الهواء الطلق، يعني بيطعموهش في المشاتل، يعني المشاتل هي في الهواء الطلق، وبيكونوا زارعين عمرها الشتلة بيكون 2 سنين، هذه اللي هو بيطعم عليها من البذرة بيكون عمرها 2 سنين، وبيطعموا في ألمانيا مباشرة من فوق الجذر، يعني بيطعموش الغصن وإنما بيطعموا الجذر، الجزء الأسمر، بيحنوها وبيطعموها في منطقة بين الجذر والخضار. بس إحنا هنا ممكن نطعم كمان الأغصان، ممكن نطعم كمان الورود النبيلة، نطعمها مرة ثانية وثالثة ونحصل على عدة أنواع. بدناش نطول عليكم إحنا في الحكي ونبدأ في المشروع. كل ما نحتاجه، تحتاج إلى أنت سكين، هنا سكين يكون حاد، وتحتاج إلى أداة زي هذه بحيث أن نفصل اللحاء، بعدين بتحتاج إلى بعد هيك أنت إلى مادة اللي إحنا بدنا نحطها على الطعم. وفي عدة طرق، إحنا أنا اليوم هوريكم بس طريقة واحدة، في عدة طرق، في ممكن طعم الغصن كله، بس إحنا بدنا نوريكم الطريقة، أبسط طريقة اللي إحنا بنطعم فيها اللي هو الورد الجوري. أول إشي إحنا هنقصه هذا عشان يزعجنيش، عرفتوا كيف؟ والحين بعدين إحنا نقص الأوراق ونقيم الأشواك هذه عشان ما تجرحنيش أنا، بس يعني عشان نقدر نمسك الغصن. هذه لا تضر النبتة إذا أنت هيك، الحين الواحد بيقدر يمسك هيك يشتغل كويس. بعدين إحنا بنيجي إحنا نعمل اللحاء. نقطة مهمة لنجاح الطعم إنه الوردة تكون مزقية، يعني تكون قبل بيوم سقيها كتير، رويها بحيث إنه الغصن ما يبقاش جاف، ونقدر بسهولة نقيم اللحاء عن الخشب. ف
فاحنا بنيجي نعمل هنا، انا عملته قبل هيك بس بدي اعود اورجيكم اياه كيف بنعمل اللي هو حرف تي، وبنعمل اللي هو الحرف تي زي بهذا الشكل زي هيك. بعد هيك بنيجي في عنا آلة، يعني اي اداة اوريكم اياها، هذه اللي بتستخدمها النساء للمناكير او حاجة زي هيك، هي هاي مش حادة هنا لان احنا بدناش نجرح الشجرة، وبنروح احنا في هنا هذا اللي عملناه، نقوم نعمل اللي هذا هيك نفصله زي هيك. الشروط اخذ الطعم، بناخذ الطعم احنا من الوردة اللي تقريبا يعني بدت تذبل، ما بناخذش احنا من الوردة اللي زي هيك بتبقى ناشفة، هذا بنفعش ليش؟ لانه الحين متخشب فبنقدرش احنا نفصل اللي هو الطعم عنه، هذه لسه مش متخشبة وفهذا نفس الشيء، فاحنا بنقص الاوراق، هذه الاوراق احنا ما نحتاجها بهذه الطريقة، بعدين نفس الطريقة احنا بنقوم الاشواك هذه بنتخلص منها. عشان ما لان احنا بدناش نلبس مكفات، بعدين احنا ممكن نستخدم سكين زي هذه حاد، هذا السكين حاد، هذا يعني حاد جدا، او ممكن نستخدم احنا اللي هو السكين هذا، السكين العادي هذا ممكن نستخدمه، يعني كلاهما ممكن. بنيجي احنا بناخذ الورده بنمسكها في ايدنا زي هيك، هذه الورده هيك في الايد، هذه يعني الوردة في اليد الشمال، وبنيجي من هنا، بنيجي من هنا تقريبا بنروح نص سنتيمتر من فوق العنق من هنا، وبنحطه عليه هيك، وبنعمل لتحت زي هيك، وهذا بهذا الشكل. بعدين بنيجي هنا الحين اللحاء هذا بنروح بنزيله، أيوة أظن اللحاء بصير شكلها تقريبا زي هيك. الحين بنيجي احنا هنا وبنحطها هذه بحيث انه زي ما هي كانت هناك بنحطها هنا، ممكن نستخدم الأداة هذه على اساس ندخلها فيها هيك، وندخلها في داخلها ممكن نستخدم الأداة هذه، الحين هي دخلت صار شكلها وينها الحين، ها وين في الصورة هاي هشار شكلها زي الحين. بنيجي احنا وبناخد من اللي هو هذا البلاستيك، بنعمل زي هيك، هذا تبع اللي هو تبع الكهرباء، هذا اللي بيستخدمه في الكهرباء، ديروا بالكم هذا السكين هذا نعمله بهذه الطريقة وانتهى الأمر. ممكن تستخدموا اللي هو هذا الخيط بداله، يعني نعمل في الخيط زي زمان ما كنا نعمل زمان، أو ممكن تستخدموا
الخيط هذا، هذا الخيط ممكن تستخدموه بنفس الطريقة، فبس أنا بستخدم هذه الطريقة، هذا أسهل وأفضل وأسرع. وبعد هيك إحنا إذا بدنا إياها تنبت في نفس العام، بنقوم إحنا فوق الطعم من هنا بنقوم بنقص الغصن زي هيك، فهي بتضطر هذه تنبت مباشرة، يعني بعد أسبوع أسبوعين تبدأ تحمل الزهرة من هذه المنطقة. فهي هذه العملية، يعني العملية بسيطة جدا زي ما قلنا لكم. تيجوا أنتوا هنا، زي هذه هي الوردة الغير نبيلة اللي أوراقها قلنا الورقة بتبعتها لها 7 ورقات أو أقل أو أكثر. تعملوا بهذه الطريقة هنا، دائما تحطوا هيك الجهاز هيك، تحطوه هيك وتعملوا هنا اللي هو حرف اللي هو التي هذا، بعدين تاخذوا الأداة هذه اللي هي مش حادة، هذه اللي هي تبعت المناكير، تبعت نطاق المناكير تبع النساء، وتعملوا بهذه الطريقة تفصل اللحاء. شوف كيف اللحاء لما تبقى الوردة مسجية وفي شهر 7، كيف اللحاء سهل جدا انه اللحاء تطلعه. ها هي اللحاء اطلعناها زي هيك، وبعد هيك بنيجي الوردة، بناخذ من الوردة بناخذ الطعم. قلنا تمسك الوردة انت في ايدك زي هيك، الوردة في ايدك هيك، وتيجي من فوق عنق الورقة، وبنيجي بناخذ احنا، عشان اوريكم مرة ثانية، نيجي من فوق العرق الورقة من هنا، هذا هي، وبعدين الخشب، هذا الخشب بنروح بنزيل احنا الخشب، الحين نيجي للوردة هذه وبنحط لها هي هنا، شوف كيف هذا هي هيك، وهيها دخلت في داخلها هيك، بصير شكلها الورقة ممكن نرفعها، يعني ملهاش لزوم. وبعد هيك احنا بنيجي هنا، ممكن تلفوها بالطريقة العادية هذه اللي احنا بنستخدمينها، ممكن نلفها احنا بهذه الطريقة، هذه الطريقة اللي كنا احنا معتادين عليها، نعملها بهذه الطريقة. في الكابل تبع الكابل افضل واسرع، وما نحتاج احنا الى هذه العملية. الطريقة تكون انتهت. وبعد هيك احنا زي ما قلنا لكم نيجي نقصها احنا من فوق هنا وبنخليها هنا بهذه الطريقة. هذه هي كل عملية التطعيم. في طرق ثانية للتطعيم، احنا بيجوا بيعملوا هاي الوردة الغير نبيلة هذه، بيعملوا شق زي هنا، يعني زي هيك، وبيجوا الوردة من هذه الوردة اللي هي اللي من هذه الوردة، بيقصوا الورقة بتبعتها هذه، بيقصوها وبيأخذوا
الحين هذه صار زي هيك شكلها، بروحوا بحطوها في هنا، هذه في المكان، في هذا المكان. وبعد هيك نجيب احنا في عنا اللي هو هذه اللي هو الفوليا، هذه هيها، وبنروح بنلفها عليها، هذه بنلف عليها مباشرة كلها زي هيك بهذه الطريقة. هذه الطريقة الثانية، يعني جزء من الغصن بنفتح اللحاء وبنحطها في قلبه، وبعد هيك طبعا بنقصها برضو من هان زي هيك، وهي بعد اسبوع او اسبوعين بتزهر اول زهر. هذه هي كل عملية التطعيم. عملية تطعيم الورود عملية سهلة، ما فيش فيها اي مشاكل، واللي بيحب طعم يجرب هذه التجارب. وزي ما قلنا لكم لازم انت تسكو الورد قبل هيك، بحيث انه احنا لما بيجي بدنا احنا بدنا اللحاء، بدنا نفصل اللحاء، فيكون سهل إزالة اللحاء. لما بدنا نفصله هنا سهل يكون نقدر نطلعه، هاي شفتوا كيفها ينفصلها بهذه السهولة. لازم يطلع هيك، تقدر تفصل انت اللحاء بكل سهولة، عن تفصل اللحاء هنا بكل سهولة عن هذا. هو شرط من شروط انه شفتوا كيف هذا، اذا كنت انت سقيها والغصن كان طري فسهل جدا انك تطعم، وهذه هي النجاح. اذا كانت تقدر تطلع بهذه الطريقة معناته هذا ممكن تحط اي طعم تاعته وتعمله ويكون باذن الله يكون ناجح. فالشرط انه اللحاء يطلع بسهولة، اللحاء يطلع بسهولة الشجرة اللي بدك تطعم عليها. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم. واذا عجبكم لا تنسونا على الضغط على زر المتابعة والضغط على زر الإعجاب وتنشروا فيديوهاتي، وجربوا أنتم، جربوا في شهر 7 الآن، هالحين هو الوقت المناسب لتطعيم الورود في وسط أوروبا وكمان في البلاد العربية. وما تعملوش في الشمس، يعني اعملوا قبل غروب الشمس في البلاد العربية أساس أنه يكون طمان نجاح التطعيم. نفس الشيء الفواكه ممكن تطعموها في هذا الوقت، العنب ممكن تطعموه في هذا الوقت، نفس الشيء يعني العنب، هذا الوقت المناسب لتطعيم العنب هو الآن، ممكن تطعم العنب كمان نفس الحاجة وبنفس الطريقة، يعني بنفس الطريقة اللي أنا وريتكم إياها ممكن تطعموا العنب. نقولكم في أمان الله وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.